وهذه صورة منقولة من إحدى المواقع التركية تبين مبنى جامع يلدز في إسطنبول. وهنا نشاهد مخطط توضيحي لبناء جامع يلدز مع القبة المروسة بهلال والمئذنة النحيلة ذات الشرفة الأحادية، وبذروة تختلف كليا عن معظم مساجد إسطنبول ذوات الرؤوس المؤنفة كشكل الثروة. القاعدة المربعة الحاملة لمجسم جامع يلدز والمتمركزة فوق عمود الاتصالات السلكية بين مدينة دمشق وبين المدينة المنورة، وتحمل طغراء السلطان عبد الحميد خان الثاني أي الطرة السلطانية الشريفة، وبجانبها كلمة غازي أي السلطان الغازي، وفوقها أصغر مجسم لجامع بالعالم وهو جامع يلدز. ونشاهد هنا في لحظة تدشين إرسال أول برقية من مدينة دمشق إلى المدينة المنورة عبر الأجهزة الموجودة في دار البرق بساحة المرجة إلى الأجهزة الموجودة في المدينة المنورة، وتم التقاط صورة تذكارية لهذه اللحظة المهمة في تاريخ الاتصالات بالسلطنة العثمانية طبعا بتقنية ألمانية وبجهود والي الشام حسين ناظم باشا. ونرى بالصورة الملتقطة من الشمال أي من جهة جامع يلبغة ودار البرق إلى الجنوب أي إلى جهة زقاق رامي للاحتفال الرسمي بإقامة النصب التذكاري للاتصالات البرقية في سنة 1325 للهجرة الموافق 1907 للميلاد في ساحة المرجع. ويلاحظ التوزيع البروتوكولي للشخصيات المدنية والدينية المتواجدة في يمين الصورة وضباط الجيش الهيمنيوني العثماني في يسار الصورة ويتوسطهم والي الشام العثماني. فعلى يسار أوالي الشام العثماني نرى الشيخ محمود أبو الشامات أكبر شيوخ الطريقة الشاذلية بالشام، ثم صدر دمشق الحاج أحمد باشا الشمعة، ثم مطران دمشق الأب نجيب بن اسكندر سيور، ثم إمام الجامع الأموي الشيخ أنور الخطيب، ثم رئيس دائرة أركان حرب عبد العزيز بيك العظمة، ثم بعضا من مشايخ الصالحية، ثم رجلي باشا الشمعة شهيد من شهداء 6 أيار وجمهرة غفيرة من أهل دمشق. وعلى يمين الوالي في الجهة اليسرى ضباط الجيش العثماني بلباسهم الرسمي السلطاني بحسب تسلسل رتبهم العسكرية. ونرى كما ذكر الأستاذ عمر عبد الإله مرعي الملاح أن الشخص الثامن من أقصى اليسار ذو النظارة والذي يرتدي لباس التشريف العسكرية فهو الفريق كامل باشا القدسي مفتش الجيش العثماني الخامس المرابط بدمشق. والقدسي هذا هو أحد كبار أعيان حلب، وقد شغل منصبا حاكم حلب أو حاكم دولة حلب في عهد الانتداب الفرنسي، ومن خلفهم بالعمق عدد من المباني ذات الطراز العربي القديم والعثماني، وكانت دورا للسكن وللاستخدام التجاري والمهني. وهذه صورة حديثة بعدستي بنفس الاتجاه من الشمال أي من جهة جامع يلبغة للجنوب إلى جهة زقاق رامي للنصب التذكاري للاتصالات البرقية بين دمشق وبين المدينة المنورة، ولكن بعد 100 سنة أي سنة 2007 للميلاد في ساحة المرجع. ويبدو بالخلف المباني الحديثة بعد هدم البيوت ذات الطرازين العربي القديم والعثماني، ويبدو جزءا من عمارة سرايا أحمد عزت باشا العابد طبعا مع اختلاف الشخصيات الحاضرة بالصورة.